حياكم الله خواتي في قناتي أنا ماما مولي، واليوم موضوعنا عن سحر العادات. فترة طويلة من الزمن كانت أغلب كتب تطوير الذات تتكلم عن أهمية وضع الأهداف، ولكن في العقد الأخير أصبح التركيز على بناء العادات كوسيلة للتغيير المستدام. الوحدة فينا بس تسجل في النادي الرياضي لبداية العام، تروح وما تحصل لها حتى بارك واحد فاضي من الزحمة، لكن بعد مرور شهر شهرين ثلاثة تقل الزحمة ويفضى النادي. ليش؟ هذا يسمونه حماس البدايات. معظم الناس عند وضعهم للأهداف يأخذهم الحماس، يضعون أهداف كبيرة تنتهي بالفشل وعدم تحقيقها، وعدد كبير آخر من الناس بعد تحقيقهم للهدف عادة ما يتوقفون وترجع حياتهم لما كانت عليه قبل العمل على تحديد الهدف. نفس الشخص اللي يخلي هدف انقاص وزنه وبعد ما يحققه يرجع لوضعه قبل تحديد الهدف. فجأة نقرر نلعب رياضة، فجأة ناكل صحي، فجأة نتعلم مهارات جديدة ولغات أخرى. طبعا النفس تقاوم التغييرات الجديدة والكبيرة، وهذا سبب قوي لفشل أهدافنا. فخلونا نستبدل فكرة التغيير الدرامي بفكرة التغيير المتدرج عن طريق بناء عادات إيجابية والتخلص من العادات السلبية. هذه الطريقة أكثر فاعلية لتحقيق التغيير المستدام. فقليل دائم ولا كثير منقطع. فلو أردت أن تقومين بتغيير كبير في حياتك، فالحل لا يكون بوضع أهداف كبيرة طالما عاداتك لا تساعدك على تحقيق هذه الأهداف. عند بناء عادة جديدة غالبا نكتفي بوضع النية كالقول غدا إن شاء الله راح أبتدي أسوي رياضة أو أقرأ ورد من القرآن، ونعتمد على الذاكرة إنها تساعدنا في التذكر في الوقت المناسب، وهذا الأسلوب غير فعال. ولو لاحظنا عاداتنا اليومية اللي إحنا نقوم بها بشكل تلقائي بمجرد رؤيتنا المؤشر واضح لبدء هذه العادة، مثلا وضع كتاب القرآن بالقرب من السرير يساعدنا على الالتزام بالقراءة قبل النوم، ورؤيتنا لفرشاة الأسنان مؤشر واضح لبدء روتين غسل الأسنان، توفير الغذاء الصحي في الثلاجة مؤشر واضح للالتزام بالحمية الصحية. ممكن العادات الحسنة يكون صعب تطبيقها والاستمرار عليها، ولكن عند ربطها بعادات أخرى ممتعة راح يساعدكم على الالتزام والاستمرار. مشاركة الآخرين قد تجعل العادة جذابة، كعمل الوجبات صحية لجميع أفراد العائلة، صلاة الفجر في جماعة، والتسجيل في نادي رياضي أو نادي الكتاب. السبب الرئيسي في مقاومتنا للتغيير هو أن التغيير نفسه صعب على النفس، فالمطلوب أن احنا نسهل على نفسنا التغيير قدر الأمكان. فأكيد لو قرأتي 50 صفحة من كتاب كل يوم راح يكون شيء مذهل، لكن بعد مدة قصيرة راح تتركين هذه العادة ولا تستفيدين منها لأنك صعبت الأمور على نفسك. ألزم نفسي بقدر صغير فقط من الجهد يوميا حتى ألتزم بالعادة ولو في أسوأ الظروف وأطورها. أستعين بالتقنية والأدوات اللي ممكن تسهل علي هذه العادة. وعلشان نحبب نفسنا في هذه العادات الجديدة ضروري إن احنا نخليها عادات مرضية تسعدنا. ضروري ان احنا نكافئ انفسنا بعد القيام بالعادة ونمدح نفسنا مثلا بكلمات مشجعة. علشان نعطي نفسنا احساس داخلي في كل مرة بان احنا قادرين على الانجاز والتغيير، ضروري ان احنا نتبع هذه العادات بجدول بسيط نتتبعها يوم بيوم ونشجع نفسنا. وصلنا حق نهاية الفيديو خواتي، اتمنى عجبكم الموضوع واتمنى لكم سنة جديدة سعيدة باذن الله مليئة بالانجاز وتحقيق الاهداف والاحلام. لا تنسون تتابعوني على الانستغرام لمزيد من التفاصيل. استودعكم الله، مع السلامة.